forces F1 and F2 act at a point. ولتكن نقطة الأصل مثلا. The magnitude F1 is 9 والدايركشن بتاعتها 60 above the X axis. قيمتها 9 وعاملة 60 درجة. نسميها مثلا ايه؟ والستين درجة اهي. طيب الفورس F2 6 والدايركشن بتاعتها 53 بلو ده اكس. هو هنا قال لي ايه؟ ان ذا سكند كوادرانت، يعني هنا تسعة نيوتن في السكند كوادرانت ولا 60 درجة أباب في الإكس، يبقى ده خلاص مش موجود. طب بالنسبة للبي بيقول قيمتها 6 وعاملة 3 في الثيرد كوادرانت وعاملة 53 درجة بلو ذا إكس أكسس. يبقى ادي اف الثانية واف 2 واسمها او قيمتها 6 نيوتن، وهنا نسميها اف 1 وعاملة 9 نيوتن، والزاوية دي 53.1. بيقول what are the x and y components of the resultant. في البارت ايه طالب ال r اكس والار واي. نحلل الاولى دي اللي هي ماينس 9 كوساين 60، والثانيه ماينس 6 لان الاثنين في اتجاه السالب كوساين 53.1. يطلع رقم الار واي ده موجب فوق 9 ساين 60 وده سالب لتحت 6 ساين 60. ليه خدت هنا كوساين؟ محور الاكس معروف الزوايا، محور الواي مش معروف استخدم ساين. في البارت بيوت ذا ماجنتيود اوف ذا ريزلتنت، الار بتساوي الجذر التربيعي ار اكس تربيع ار واي. يلا نحسب. هنا ماينس 9 كوساين 60 مع ماينس 6 كوساين 53.1، فطلع ماينس 8.1 نيوتن. طب والتانية 9 ساين 60 ماينس 6 ساين 53.1 طلع 3. طيب نربع التلاتة ونربع ال 8.1 وناخد الجذر التربيعي، طلعت المحصلة 8.64 نيوتن. مش طالب الزاوية، لو كان طلب الزاوية كنا قلنا دي في الربع الثاني هيبقى 180 ماينس ساين 8.2 ماينس ساين 3 على 8.1. ده الكلام ده لو طلب الثيتا، يعني نكتبها لو طلبها. هي في الربع الثاني 180 ناقص شيفت تان الواي اللي هو 3 على الاكس ب 8.1. ده الكلام ده لو كان طلب، ما طلبهاش خلاص يبقى نكتفي بالماجنتيود.